لك انا بس بدي افهم، انا بس بدي افهم شو فوتوا عندي على الاوضه، شو فوتوهم؟ في غير اللي جابني، في غير اللي بوظ اخته هي اللي فوتته. انا ما دخلني، روحي اسالي ابنك وهو بيقول لك مين فوت صفوان لهون وشلون. ما دخيلك يا امي. الله منه يا ابو، الله بينتقم منه. ربك كبير، اخوك هلا عوصه. والهي يا رب، الهي يا رب، تكون اخرتك على يده لابني يا رب يا صفوان. والله والله اذا بيكون صاير شيء على اخي صفوان لحتى اذبحكم واشرب من دمكم. لك الله يا صفوان معكم كلياتكم. ولك وليه؟ انت ما رح تزوقي على حالك؟ انا بفرجك اياها بنت الكلب. انا بنت الكلب يا شرنة يا صادومة؟ لوين رايحة؟ رايحة ورجيها قيمتها لشرنة. شو هاد؟ شايف يا عبد؟ شايف اخوك كيف ضربني؟ انا بالبيت كلياتها اللي بيكرهوني. لا يا ابو عجاج، انا بعرفك رجال، رجال قبضاي ومعدل، والرجال لما بيضرب بيضرب ضرب مزبوط. وفيا تنبري بتطلعي بتضب اغراضك وبتروحي على بيت اهلك، انت طالق. يلا اسمعوا كلياتكم، ما بدي حدا يجيب سيرة انه هالكلب الواطي كان بأوضة رويتا. عم تسمعوا شو عم قالكم؟ صفوان كان جاي يودع اخته ويسافر، واللي بدي يسمع عم تجيب هالسيرة قسما عظما لأذبح بالشبرية. يا حيف عليك يا ابن محجوب، عم تبكي؟ وحد الله اخي، وحد الله. أنا ابن محجوب لنويلاتي، صير مضحكي لصفوان وعيلته. مش الحال أخي، مش الحال، الحمد لله اللي عرضنا ضل محفوظ. لك آخ، لك آخ يا أخي يا أخ. سلامتك أخي سلامتك. لسا في شغلات كتيرة بدي أحكي لك إياها عن صفوان وفيها. احكي لي أخي، احكي لي، احكي لي كمان. طلقني يا ابو، طلقني. الهي الهي يقصف عمره، الهي تبلع عيونه بالعمى. يا ابو مشان الله لا تدي عليه، مشان الله انا الحق علي. لا ادي عليه، ولك نحن بيت ويلاتي هيك يعملوا فينا؟ يخلوا الناس تشمت فينا وتجيب معدلنا؟ ولك انا ابي الله يرحمه كان يهز الحاره هز، والله يهز الحارة هز. عدنان الويلاتي يتمقطع فيني. يا مو انتي ابوكي كان دومري مو هيك؟ اه لك انتي خرسي، انتي شو دخلك؟ لك خرسي. لا تبكي يا مو، لا على بالك، بكرة بيرجع مثل الحمار بيبوس رجلي لحتى يرجعك. ما مزن يا مو، ما مزن، هاي المرة غير. الله لا يوفقهم، يا ما خلوني اظلم اختي، ولا هالكلب صفوان بده يتجوز اختي بالحرام، بالحرام العمى. وصلتها؟ هي وصلتها. روح اخي روح، بشر اختك انه رح ترجع على بيت جوزها. لا اخي لا، روح انت، انت الكبير، رح تلاقيها حلوة منك بعد كل اللي صار. لك اخي والله ماني عارفان شو بدي لك، خجلان حطيني بعينها. لا اخي لا، قوم روح، رويدة حنونة وقلبها طيب. هلأ اخوكي كشف صفوان على حقيقته وطلق وفيها، أكيد رح بيوقف جنبك ورح يخلي صفوان غصب عنه يطلق. يا مو عبدو بده يوقف معي. لك يا مو والله أخوك عبدو منيح، والله منيح، بس هالمقوصة مرته هي وأهلها هن اللي كانوا عاملين على قلبه، الله يصطفل فيهم. لا
فكرك أمي، عبده أساني كتير، بكرة بيرجع على وفية وبيتصالح هو وصفوان، بس ما بقدر أقول غير الله يسامحه. فوت يا عمو فوت. يبعت الحمى عم تبكي، يبلالي بقتلي عم تبكي. لك يا ريتني متت قبل ما اشوف دمعتك على خدك. خلاص يا اخي خلاص، والله اللي بدك اياه بيصير. من هون ورايح اختي، بدك اياه انت بيصير. المهم عندي انه انت تسامحيني. سامحتك اخي، سامحتك. لك الله يرضى عليكم ولا يفرق بيناتكم. شلونك تأمريني؟ حب الله. اهلين، مساء الخير عمتي. اهلين عمتي، شبكم بالكم على بعضكم؟ لا ما في شيء عمتي، بس عبده طلقها لوفيقة. طلق وفيقة؟ ايه. وين امك؟ جوا بالاوضه. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين ام لطفي. هي تقبرني، الله يحببكم ببعضكم الهي يا رب. امين يا رب. اختي من هلا بتضبي اغراضك مشان ترجعي على بيت جوزك. جوزي؟ ايه اختي، ايه جوزك وابن عمتك ابن نمر. يا مو شلون بدها تروح لبيت وضاح ولسه جوزها صفوان ما طلقها؟ يا مو كتاب صفوان على رويدا كان باطل. باطل؟ ايه تقبريني باطل، الجواز باطل. وهي انا وعمك ابو لطفي هيك وناطرني برا جايين ناخذك. يا ترى امي وابي وين صارت اراضيهم وبي بلاد هني؟ لك والله لو قالوا لي انكم ببلاد السند والهند لروح جيبكم. ايه يا ترى بترجعوا لهالبيت وبترجع الايام الحلوه؟ وعليكم السلام. اهلي خال. خير خير شباب. اخ يا خالي. اخ اهلا. وعليكم السلام. اخ يا خالي. اخ يا خال. اخ